لها رحمنا رحيم، اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشيه. معاكم سلوى الفحام، بيسعدني وشرفني دايما متابعتكم ليا على القناه، وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله. النهارده ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده هنشتغل مع بعض سكارف بغرزه جديده، غرزه جديده سهله جدا وفي نفس الوقت شكلها جميل زي ما احنا شايفين كده. هي تقال لسطرين اتنين بس. تقدري طبعا تشتغلي السكارف بلونين او لون واحد او اكتر من لونين زي ما تحبي. كمان السكارف هنا يمشي سيدات ويمشي رجال حسب اللون اللي انت هتستخدميه. طيب تعالوا كده نبدأ ونشوف الخيط اللي هنستخدمه وكمية الخيط قد ايه، وكمان مقاسات السكارف هتكون معانا كام. بالخيط اللي احنا هنستخدمه ده، الخيط الحقيقة اللي انا هستخدمه، انا كنت شارياه، هو عبارة عن ستوك، يعني الكيس بيبقى فيه حوالي 400 جرام. ده السمك بتاع الخيط، تقدري تشتغلي بأي نوعية خيط في نفس السمك ده عشان يديكي نفس المقاسات اللي انا هقولها لك دلوقتي. ومع الخيط دوت هشتغل ابره رقم 5.5. طيب مع الخيط ده والابره رقم 5.5 لما اشتغلت السكارف اداني طول حوالي 185 سنتي، والعرض هنا حوالي، نشوفه مع بعض، حوالي 14.5 او 15 سنتي تقريبا. طيب يبقى زي ما قلت لك بسمك الخيط ده والابره رقم 5.5 هيبقى الطول 185 سنتي والعرض حوالي 15 سنتي. طيب نبدا كده ونشوف الغرزه بتاعتنا هنشتغلها ازاي. بالنسبه للسكارف اللي انا اشتغلته دوت عشان اوصل لطول 185 سنتي في النهايه، بدات بعدد من السلاسل 220 سلسله. يعني انت لو عايزه نفس الطول ده هتبداي ب 220 سلسله. طبعا انا هعمل معاكي نموذج بس مصغر كده عشان ايه نقدر ننجزه اثناء الفيديو. يبقى زي ما قلت لك لو عايزه الطول 185 سم هتبداي ب 220 سلسله. احنا السكارف هنشتغله بالطول، يعني السلاسل دي هتبقى بالطول السكارف، وبعدين بنشتغل لغايه ما نوصل للعرض اللي احنا عايزينه. وعدد السلاسل اللي هتبداي بيها زي ما قلت لك انا بدات 220، هتبداي باي عدد سلاسل يكون عدد زوجي. تمام، انا هبدا معاكم هنا زي ما قلت لك نموذج كده للغرزه بس عشان نشوف بنشتغلها ازاي. هبدا باي عدد زوجي معاكي، 1 2 3 4 5. انا بدات كده ب 26 سلسله وده عدد زوجي. زي ما قلت لك السلاسل دي هي هتبقى طول السكارف، السكارف اللي انا اشتغلته زي ما قلت لك 220 سلسله، انا بس بشتغل معاكي نموذج. تمام، يبقى احنا كده اشتغلنا عدد زوجي 26 سلسله. هبدا بقى واعمل السطر الاول غرز حشو. دي السلاسل بتاعتي اهي، انا بلفها كده وبشتغل في اللفه الثالثه دي، وببدا من السلسله الثانيه. السلسله الاولى بعتبرها غرزه ارتفاع، ومن السلسله الثانيه اعمل غرزه حشو، بقلب السلاسل كده وبشتغل في اللفه الثالثه دي. هنا كده اسحب الخيط، هيبقى عندي لفتين على الابره، الف الخيط واطلعه من اللفتين. هنا اسحب الخيط، هيبقى عندي لفتين، الف الخيط واطلعه من اللفتين. دي كده غرزه الحشو زي ما اتفقت معاكي. ادي السلاسل اهي، انا بقلبها كده واشتغل في اللفه الثالثه دي، اسحب الخيط، الف الخيط واطلعه من اللفتين تاني. بالشكل ده كده السطر كله هيبقى غرز حشو، هيبقى في النهايه عندي 25 غرزه حشو عشان السلسله الاولى اعتبرناها ارتفاع. ده كده السطر الاول، زي ما قلت لك الغرزه عباره عن سطرين، ده كده السطر الاول. طيب السطر الثاني خلي بالك معايا بقى، هرتفع اربع سلسله واعتبرهم عمود بلفتين. نرتفع اربع سلسله، 1 2 3 4، هلف الشغل بتاعي. دي كده السلسله، دي كده الغرزه الاولى ارتفعت من خلالها اربع سلاسل بعتبرهم عمود بلفتين. ابدا من الغرزه الثانيه على طول وهشتغل عمود، بلف الخيط واطلعه من لفتين اتنين بس، مش هكمل العمود للاخر. الغرزه اللي بعدها برضو بشتغل عمود، بلف الخيط واطلعه من لفتين بس، وبرضو مش هكمل العمود الثاني للاخر. بلف الخيط على الابره، في الغرزه اللي بعدها بشتغل عمود، بلف الخيط واطلعه من لفتين بس. هيبقى عندي اربع لفات على الابره، الف الخيط واطلعه من تلات لفات، هيبقى عندي لفتين على الابره، بلف الخيط واطلعه من لفتين. تمام، وبعدين حوالين بقى الشغل اللي انا اشتغلته ده التلات اعمده اللي هي غير مكتمله دي اللي احنا بنعتبرها حمصه مثلا، هعمل غرزه باف باربع لفات. الف الخيط على الابره كده، وشايفه ازاي حوالين الاعمده كده، اسحب الخيط واعد كده، 1، بلف الخيط على الابره حوالين الاعمده، اسحب الخيط، 2 3 4، ولف الخيط واطلعه من اللفات كلها بالشكل ده. هنكرر مع بعض تاني،
هلف الخيط على الإبرة وهبدأ أعمل 3 أعمدة غير مكتملة. ببدأ من آخر غرزة اشتغلت فيها، مش دي كده آخر غرزة اشتغلت فيها، ببدأ منها. فآجي هنا كده وأسحب الخيط، ألف الخيط وأطلعه من لفتين اتنين بس، ألف الخيط على الإبرة العمود التاني في الغرزة اللي بعدها على طول، ألف الخيط وأطلعه من لفتين اتنين بس، ألف الخيط على الإبرة الغرزة اللي بعدها على طول بشتغل عمود برضه، ألف الخيط وأطلعه من لفتين اتنين بس. هتلاقي عندك 4 لفات على الإبرة، ألف الخيط وأطلعه من 3 هيبقى عندي 2، ألف الخيط وأطلعه من الاتنين دول، تمام. وبعدين أعمل غرزة باف بـ4 لفات حوالين الأعمدة دي. إزاي؟ هلف الخيط على الإبرة وأجي هنا كده وأسحب الخيط وأعد كده، 1، ألف الخيط على الإبرة، 2، 3، 4، هلف الخيط وأسحبه من اللفات كلها. شايفة إزاي؟ أهو سهلة وجميلة وبسيطة بالشكل ده. نكرر مع بعض تاني. بشتغل 3 أعمدة، ببدأ من العمود اللي أنا آخر عمود اشتغلت فيه، ببدأ من العمود ده، يبقى أنا هشتغل هنا 1، 2، 3 في الـ3 غرز دول. هشتغل عمود ومش هكمله للآخر، وبعدين أشتغل غرزة باف تاني. نشتغل مع بعض، بلف الخيط على الإبرة وأبدأ من نفس الغرزة اللي أنا اشتغلت فيها آخر عمود. هشتغل عمود، ألف الخيط وأطلعه من لفتين بس، لف الخيط على الإبرة الغرزة اللي بعدها، لف الخيط وأطلعه من لفتين بس، ألف الخيط على الإبرة الغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط، الف الخيط واطلعه من لفتين. هيبقى عندي 4 لفات على الابره، هلف الخيط واطلعه من 3، وبعدين الف الخيط واطلعه من لفتين. خلاص. طيب وبعدين حوالين الاعمده دي هشتغل غرزه باف بـ4 لفات. بلف الخيط على الابره واجي هنا كده اسحب الخيط واعد، 1، 2، 3، 4، هلف الخيط واسحبه من اللفات كلها بالشكل ده. وهكرر الشغل ده بقى لآخر السطر، ونرجع مع بعض نشوف آخر السطر هننهيه ازاي. تعالوا نكمل السطر سوا. بلف الخيط على الإبرة، وهنا آخر غرزة اشتغلت فيها ببدأ منها بنفس الشرح اللي أنا شرحته أهو. ألف الخيط وأطلعه من 3 لفات، ألف الخيط وأطلعه من لفتين، وبعدين ألف الخيط وأشتغل غرزة باف بـ4 لفات، 1، 2، 3، 4، وألف الخيط وأسحبه من اللفات كلها. تاني بلف الخيط على الإبرة هنا، أدي العمود الأول، العمود التاني، العمود التالت، بلف الخيط وأطلعه من 3 لفات، ألف الخيط وأطلعه من لفتين، وأشتغل غرزة بف، 1، 2، 3، 4، وألف الخيط وأسحبه من اللفات كلها. هنا فاضل لي آخر غرزة أهي، آخر غرزة. آخر غرزة دايما بتبقى عمود بلفتين، بس في ملاحظة هنا مهمة جدا. هنا في آخر غرزة باف هتشتغليها في السطر بعدها اعملي سلسلة. آخر غرزة باف هتشتغليها اعملي سلسلة، يعني اقفلي على غرزة الباف هنا، وبعدين بقى نلف الخيط على الإبرة مرتين ونشتغل في آخر غرزة عندنا، نشتغل عمود بلفتين. بسحب الخيط، ألف الخيط وأطلعه من لفتين، ألف الخيط وأطلعه من لفتين، ألف الخيط وأطلعه من لفتين بالشكل ده. يبقى دي ملاحظة مهمة جدا، بعد اخر غرزه باف في السطر بتعملي سلسله او بتقفلي عليها بسلسله، واخر غرزه في السطر هنا بتشتغلي عمود بلفتين. يبقى ببدا بـ4 سلاسل بعتبرها عمود بلفتين وبنهي بعمود بلفتين، تمام. طيب السطر رقم 3 اللي هو تكرار للسطر الاول، زي ما قلت لك هي سطرين اتنين. بعمل ايه السطر رقم 3؟ هرتفع سلسله، هلف الشغل بتاعي وابدا اعمل فوق كل غرزه اعمل غرزه حشو. ادي اول غرزه اهي، هعمل فوقيها غرزه حشو. ما تنسيش اهو هنا شايفة السلاسل اهي قدامك، او الغرز اهي بتبقى واضحة جدا. هنا هعمل غرزة حشو، ما تنسيش الغرز عشان العدد يظبط معاكي اهو. هنا هنا هحاول اوضح لك. تشتغلي غرزة حشو فوق كل غرزة هنا اهو. بالشكل ده كده. اكمل. تعالي نكمل السطر سوا. هنا غرزة حشو، هنا غرزة حشو،
هنا غرزة حشو واخر غرزة حشو معايا اهي. وبعدين فوق السلسلة رابعة من الاربع سلاسل اللي انا اعتبرتها عمود بلفتين، بشتغل عمود بلفتين، سوري بشتغل غرزة حشو. يعني منساش في غرزة حشو فوق السلسلة رابعة من الاربع سلاسل دول. ادي السلسلة رابعة اهي، باجي هنا كده واعمل غرزة حشو هنا، اسحب الخيط واعمل غرزة حشو. وعايزة تتأكدي ان شغلك مظبوط، عدي غرز الحشو بتاعت السطر التالت ده، لازم تلاقيهم 25 غرزة حشو، نفس العدد اللي احنا بدأنا بيه ايه السلاسل البداية. تمام. طيب نرجع تاني للسطر رقم 2، نكرره تاني. احنا زي ما قلنا هما سطرين، الاول والتاني، التالت كان تكرار للسطر الاول، والرابع هيبقى تكرار للسطر التاني. يعني هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، بلف الشغل بتاعي، بلف الخيط على الإبرة. وببدأ منين؟ مبدأش بقى من الغرزة الأولى، الغرزة الأولى اشتغلت فوقيها الأربع سلاسل دول اللي أنا بعتبرهم عمود بلفتين، ببدأ من الغرزة التانية واشتغل بنفس الطريقة. شايفة ازاي؟ أهو العمود الأول، وادي العمود التاني، وادي العمود التالت، ألف الخيط أسحبه من 3 لفات، ألف الخيط أسحبه من لفتين، وأعمل غرزة البف، 1 2 3 4، ألف الخيط وأسحبه من الـ4 لفات، وأكرر نفس السطر التاني أكرره تاني. طيب انا لو حبيت اغير اللون، طبعا لو نفس اللون خلاص هكمل زي ما اشتغلت معاك، لو حابه ان انا اغير اللون هشتغل ازاي؟ هنا عند اخر غرزه حشو اهي، عند اخر غرزه حشو اجي اكملها بقى، بسحب اللون ايه اللي انا عايزه ايه اشتغل بيه اهو كده. وطبعا زياده التاكيد برضو بدايه مع النهايه، بدايه اللون الجديد مع نهايه اللون ايه اللي انا كنت شغاله بيه، الضمهم في بعض كويس جدا كده. طبعا بابره التنظيف ايه هنضف الطرف الصغير ده واكمل شغل عادي اهو باللون الجديد. خلي بالك معايا، برتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، بلف الشغل بتاعي وابدا شغل بنفس الطريقه، الف الخيط على الابره من الغرزه التانيه، ابدا اشتغل بالشكل ده بنفس الطريقة. ببدأ من آخر غرزة اشتغلت فيها، أعمل 3 عواميد متتالية غير مكتملة، وبعدين ألف الخيط وأطلعه من التلاتة، ألف الخيط وأطلعه من لفتين، وأعمل غرزة البف، 1 2 3 4 بالشكل ده. شايفة ازاي؟ أهو هكمل برضه السطر ده ونرجع نشوفه سوا. هنهي برضو السطر ده معاكي عشان أأكد عليكي موضوع ايه، آخر غرزة بف في السطر اهي، بعدها خلي بالك لازم تعملي سلسلة عشان العدد يظبط معاكي، تقفلي على غرزة البف بسلسلة، وبعدين بلف الخيط على الإبرة مرتين، وفي آخر غرزة في السطر فوق آخر غرزة حشو بشتغل عمود بلفتين اهو، بلف الخيط واطلعه من لفتين، ألف الخيط واطلعه من لفتين، ألف الخيط واطلعه من لفتين، كده خلص معايا السطر ده. شايفة ازاي؟ اهو برجع تاني، برجع بنفس اللون، لان يعني لازم السطرين يبقوا بنفس اللون عشان ارجع تاني اسيب الخيط هنا واخد الخيط التاني لو عايزه ابدل، يبقى دايما الخيوط بتاعتي تبقى في اتجاه واحد. هنا برجع باللون ده كده وارجع بيه تاني، تمام، سطرين. فالسطر الجاي هو غرزه الحشو، سطر غرزه الحشو، طبعا برتفع سلسله، بلف الشغل بتاعي، وفوق كل غرزه بشتغل غرزه حشو اهو، ومنساش ولا غرزه، واعد غرز الحشو لازم الاقيهم 25 غرزه حشو. اكمل هنا مع اخر غرزه حشو، بسيب بقى اللون ده في نفس المكان هنا في الجهه دي، وبرجع تاني للون الاول اهو، انا ما قطعتهوش، واسحبه في اخر غرزه حشو بالشكل ده، وابدا شغل بيه، 1 2 3 4. يبقى احنا دايما زي ما قلت لك بخلي الخيوط، طبعا خيوط البدايه والنهايه دول اللونين دول بقى ايه بنضفهم بابره التنظيف بين الغرز كده، دايما الخيوط بتاعتي تبقى الناحيه دي عشان دايما ابدل بيها في جهه واحده. تمام. وده كده شكل الغرزه، شايفه شكلها جميل ازاي، وبسيطه جدا وسهله جدا زي ما قلت لك. اتمنى ان شاء الله يكون شرحي ليها بسيط وسهل، واتمنى انها تكون عجبتكم. وزي ما قلت لك السكارف زي ما قلت لك الطول بتاعه كده حوالي 185 سنتي، بدات ب 220 سلسله لو عايزه نفس الطول ده. تمام. طيب شكرا، ونتقابل باذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.